بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. هذا هو الجزء الأول من محاضرة Introduction to Public Health. في البداية نبدأ بالتعريف، إيش هي الهيلث أو إيش هي الصحة. فبحكي لك حسب تعريف الـ WHO أو منظمة الصحة العالمية، الهيلث is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. فالصحة هي مش بس خلو الجسد من الأمراض أو خلوه من الإصابات والآلام، هو حالة صحية متكاملة تكون من صحة جسدية، صحة عقلية وصحة اجتماعية، بيجتمعوا كلهم مع بعض لحتى يكونوا إنسان healthy أو إنسان بصحة جيدة. لما نيجي نحكي عن البابليك هيلث، فالبابليك هيلث إلها أكثر من تعريف زي ما إحنا شايفين هون. عندنا هون ثلاث تعريف للبابليك هيلث، وكلهم تقريبا نفس المعنى، كلهم نفس الفكرة بس إنه صياغات مختلفة. حسب CEA وينسلو، فالبابليك هيلث هي the science and art of preventing disease, prolonging life and promoting health through the organized efforts and informed choices of society, organization, public and private communities and individuals. يعني هون ايش هو الاشي المهم؟ بحكي لك انه البابليك هيلث هي الساينس او العلم اللي بتعلق ب preventing disease او الوقاية من الأمراض، prolonging life إطالة مدة الحياة أو المدة المتوقعة للحياة، and promoting health وتحسين صحة الناس الموجودين. كيف؟ عن طريق organized efforts، عن طريق جهود، عن طريق حملات. هاي الحملات تتعلق بإيش؟ تتعلق بالمجتمع كامل، سواء organizations، سواء public أو private communities أو individuals، فسواء شخص لحاله أو organization كاملة، سواء public أو private، كل هذول بتعلقوا بالpublic health. حسب الـ Institute of Medicine، فالdefinition of public health هو the activities that ensure conditions in which people can be healthy. These activities include community-wide efforts to identify or prevent and combat threats to the health of the public. يعني نفس الفكرة، عم بحكي لك انه احنا عم نعمل اشياء كمجتمع لحتى نتعرف ونمنع التهديدات على الصحة. احنا مش عم نعالج الامراض هون، احنا عم بنقي من الأمراض، نحاول نمنع التهديدات المحتملة على صحة المجتمع مستقبلا. الإشي المهم في هون حاطين إياه اللي حنحكي عنه بعدين برضو، هو بحكي لك إنه هون عم بحكي لك إيش هي المشن of public health، إيش هي الرسالة، إيش هي المهمة، إيش هي الهدف من public health، إنه to ensure conditions in which people can be healthy، إنه نوفر بيئة، نوفر حالة الناس فيها بيقدروا يعيشوا بشكل صحي، ما بتشكل خطر على صحة الإنسان. حسب تعريف The Health and Wellbeing Directorate in England، فالpublic health saves lives, promotes well-being and creates environments that enable individuals, families and communities to be informed, empowered, healthier and more productive. نفس الفكرة عم بحكي لك انه هي بتتعلق بكل الكوميونتي، it saves lives يعني هي بتنقذ حياة ناس عن طريق ايش؟ عن طريق انها تمنعهم من الإصابة بأمراض ممكن تشكل خطر على حياتهم. فالمين ايديا ان public health هي ايش؟ هي للprevention، الوقاية مش العلاج. العنوان البعدي اللي هو public health in past, future and present. ف
في البداية بلشنا بشوية تاريخ عن الpublic health، فإيش هي achievements of public health in the 20th century، الpublic health إيش ساعدتنا في القرن الماضي اللي هو the 20th century. في البداية إحدى أهم الإنجازات اللي صارت اللي هي الvaccinations اللي هي المطاعيم، طبعا بعد شوي حنحكي كل هاي النقاط بالتفصيل. الفاكسينيشنز المطاعيم ساعدت كثير في الوقاية من الأمراض. هون السانيتيشنز في خطأ مطبعي، مش سانيتيشنز، هيك بتنكتب سانيتيشن، هي تنقية المياه، تتعلق بتنقية المياه والصرف الصحي، فهذا الإشي ساعدنا في الوقاية من أمراض أكثر، منها الدياريا. Fewer heart disease and stroke deaths، مع انه الهارت ديزيز والستروك ديثس هي لساتها الليدنج كوز، او ايش يعني السبب الرئيسي في الوفيات في العالم، بس في ال 20th century صار عندنا تناقص في حالات الهارت ديزيزز، تناقص في حالات الستروك ديثس. برضو عندك الريدكشن ان توباكو يوز، توباكو هي المادة اللي تستخدم في السيجارز وال يعني الأشياء اللي بتدخنوها. وآخر نقطة اللي هي healthier mothers and babies، وهذا الأشياء حنحكي عنه بالتفصيل برضو كمان شوي. هنا هسا حنحكي عن the present and future. بال 21st century إيش هي الثريتس اللي طلعت لنا، إيش هي التهديدات الجديدة اللي طلعت على الpublic health. الchronic diseases، الchronic diseases هي كانت موجودة من أول صح، لكنها صارت في الـ 21st century هي الmajor problem in the whole health system، فهي أكبر مشكلة يعني بالhealth system، أكبر أمراض تحتاج لمعالجة وتسبب يعني مشاكل صحية هي الكرونيك ديزيزز، مثل البولمونري and cardiovascular diseases and cancer. البولمونري اللي هي التنفسية مثل الأزمة، والأزمة منتشرة جدا وبتسبب major health problems، والcardiovascular diseases مثل high blood pressure وغيرها. New and re-emerging infectious disease مثل الكوفيد 19 and influenza. هاي الأمراض أو الفيروسز بتتجدد وبترجع تطلع كل سنة، مثلا الإنفلونزا بنشوفها كل سنة بتتجدد، بيطلع سلالة جديدة وبترجع بتصيب الناس وبترجع تسبب لهم health problems. Natural disasters في الـ 21st century صار كثير natural disasters سببت injuries و health problems لعدد كبير من الناس. هسا حنحكي بالتفصيل عن الـ achievements in الـ public health in the 20th century أو اللي هو القرن الماضي. يعني بداية حكينا الـ vaccinations، إيش هي أهم إنجازات الـ vaccinations أو أهم يعني الأشياء اللي استفدنا منها في من الـ vaccinations؟ إنها eradicated الـ smallpox. الـ smallpox هو نوع من أنواع الجدري اللي هو هسا انقرض تقريبا، وهذا يعني هذا الفضل يرجع إلى إيش؟ يرجع إلى الـ vaccinations. فالـ vaccinations ساعدنا على محو الـ smallpox كليا من حياتنا. وبرضو الـ vaccinations ساعدنا على إنه يصير في عنا controlled spread of other diseases، يعني انتشار بعض الأمراض اللي إحنا نأخذ لها vaccinations سواء في المدرسة أو في حالات معينة، بتصير انتشارها محدود وبصير انتشارها أقل. ليش؟ لأنه already إحنا عنا immunity للمرض لما نأخذ vaccination. النقطة الثانية improved sanitation، اللي هي تطور كثير في مجال تنقية المياه وفي مجال الصرف الصحي. هذا الإشي dramatically reduced diseases such as cholera and typhoid.
ليش؟ لأنه الكوليرا كانت تنتقل عن طريق المياه الملوثة، فلما صار عندنا تنقية للمياه بشكل متطور أكثر، صارت هاي الأمراض وسائل انتقالها أقل، فصارت الإصابات فيها أقل حول العالم. Through public health prevention efforts such as smoking cessation, blood pressure control and early detection caused deaths by coronary heart diseases to decrease by 50% over the past 4 decades. يعني في آخر 400 سنة ال coronary heart diseases يعني أمراض القلب قلت بإيش؟ بنسبة 50%. ليش؟ عن بسبب أو بفضل ال public health prevention efforts، بسبب الحملات والجهود اللي صارت للتوعية لحتى نقي من هاي الأمراض، مثل ال smoking cessation اللي هي الناس الحملات اللي بتساعد الناس على التوقف عن التدخين بعد ما هم صاروا يدخنوا، لل blood pressure control مراقبة ضغط الدم حتى يساعد في الدياجنوسيس إذا كان في مشكلة في البلد بريشر، ويساعد في التريتمنت إذا كان أصلا الدياجنوسيس موجود. and early detection في كثير من الأمراض إذا تركناها تتطور لمراحل متقدمة فبيصير التريتمنت تبعها كثير أصعب من إنه إذا كانت مكتشفة في مراحل مبكرة، وهذا الإشي بيساعد عليه التوعية اللي بتصير على الـ early detection من خلال الـ public health prevention efforts. هون معطينا example، هذا الـ example بيحكي لك إنه الـ diabetes اللي هو السكري diabetes in Jordan increased، فما إنه زاد فالـ public health إيش بيعملوا؟ tries to see where the problem is and tries to fix it by for example making a new better diet. مثلا إذا شفنا إنه المشكلة بالزيادة السكري في جوردن، إذا اكتشفوا إنه المشكلة في الدايت في طبيعة الأكل، فإنه إحنا إذا قدمنا a better diet فهذا الإشي بيساعدنا إنه نحل المشكلة. النقطة الرابعة increased access to antibiotics and healthcare coupled with better hygiene reduced infant deaths by 90% and maternal deaths by 99% since 1990. في آخر 30 سنة وفيات ال infants اللي هم الأطفال حديثين الولادة والmaternals اللي هم الأمهات اللي ولدوا جديد قلت بنسبة كبيرة 90% و99%. ليش؟ بسبب انه صار عندنا access للانتيبيوتكس، فأي التهاب بصير بسبب تلوث في انتيبيوتك احنا نقدر نعطيه للأم أو للطفل لحتى ما يسبب مضاعفات تؤدي إلى الموت، وصار في عندنا access لهيلثكير أحسن، فبدل ما تكون الولادة في بيوت لناس مش متخصصة صارت الولادة في مستشفيات متخصصة، وبتر هايجين طبعا في المكان اللي بتتم فيه الولادة، فهذا ساعدنا انه نقلل من الديث ريتس. النقطة الخامسة cigarette related deaths have been prevented due to anti-smoking campaign and cessation programs. تقريبا نفس نقطة رقم ثلاث بس بشكل خاص أكثر بحكي لك عن السيجرت ريليتد ديث، فحملات الأنتي سموكينج وحملات التوقف عن التدخين برضو السيسيشن ساعدت في تقليل الديثس أو الوفيات اللي بسببها التدخين. النقطة السادسة والأخيرة في الأتشيفمنتس أوف البوبليك هيلث إن التوينتيث سنتشري بحكي لك since 1900 the average American lifespan has increased by 30 years 25 years of them are attributable to public health. Lifespan هي
مدة الحياة المتوقع الإنسان يعيشها. فبحكي لك بالنسبة لأمريكا، مدة الحياة المتوقع يعيشها الإنسان خلال 100 سنة، يعني 120 سنة تقريبا، زادت ب30 سنة، يعني زاد 30 سنة العمر المتوقع إنه الإنسان يعيشه. 25 سنة من هاي 30 سنة اللي زادوا، ممكن إنه نحكي إنه هذا بفضل الببليك هيلث، يعني بسبب إنه صار في عنا أكثر awareness وأكثر وعي للpublic health وأكثر شغل إلهم في الحياة الواقعية. هذا الإشي ساعد في إنه زيادة اللايف سبان للأفريج أمريكان ب 25 years من 30 years اللي صاروا في آخر 100 سنة. وهيك يعني لو نفهم الفكرة الأساسية من كل نقطة من هدول، نحفظ الكيوردز، هاي الإشي كتير سهل وما بده كتير تفكير أو فهم عميق. الآن the mission of public health. قبل شوي حكينا برضو عن mission of public health، هون حنحكي عن mission of public health يعني بأكثر من صياغة، خلينا نحكي بس لأكثر من منظمة، كل منظمة بتصيغها بشكل مختلف، بس كلهم بالأخير نفس الفكرة نفس المعنى. الانستيتيوت اوف ميديسن هاد شعارهم. بحكي لك ايش هي mission of public health: fulfilling society's interest in assuring conditions in which people can be healthy. وهاي برضو كمان شوي حنحكي عن fulfilling society's interest بشكل مفصل أكثر، بس بشكل عام إنه إيش، إحنا نتأكد إنه في عندك conditions which people can be healthy. هاي هي كل الفكرة. نفس الفكرة تقريبا ال WHO تحكي لنا إيش هي ال mission of public health. Public health aims to provide maximum benefit for the largest number of people. فإحنا عم نحكي إنه for the largest number of people يعني لأكبر عدد من الناس، يعني للسوسايتي، للمجتمع كامل، مش بس لبيشنت واحد. بدنا نعمل لهم maximum benefit. maximum benefit يعني أكبر فائدة لأكبر عدد من الناس بالأخير. فإحنا هيك عم نحكي إنه إحنا بدنا نفيد المجتمع كامل من عن طريق الببليك هيلث. أوكي، هاي النوت عم بحكي لك فيها في البداية: all public health professionals regardless of their knowledge base contribute to the mission of public health in an important way. فكل البروفيشنالز من الببليك هيلث بيساهموا في المشن اوف الببليك هيلث in their own way، يعني في طريق. وكل هاي التخصصات مهمة. من بعض التخصصات السب تايبس اوف ببليك هيلث، التخصصات اللي بتشتغل في مجال الببليك هيلث، اللي هم epidemiologists اللي هم متخصصين بعلم الأوبئة، biostatisticians اللي هم متخصصين بعلم الإحصاء الحيوي نحكي له، اللي هو متعلق بحياة الإنسان، يعني environmental health الصحة البيئية، maternal and child health صحة الأم والطفل يعني، وhealth education واضحة معناها. هاي كلها subtypes of public health، يعني كلها فروع للصحة العامة أو public health. تفرجوا عليهم بحيث إنه إذا إجى عليهم إشي يعني ما تنشوها هاي النوت. هسا زي ما حكيتنا قبل شوي نرجع لل mission of public health. هو بيحكي لك إنه عشان نفهم الـ mission of public health منيح، خلينا نفصلها لنقاط. بداية firstly assuring health for all people. فهون عندك الكيورد، الإشي الفكرة الرئيسية إنه الـ mission of public health إنها توفر الصحة for all people، the entire population، مش لناس معينين. وهذا الاشي ما بتأثر سواء كان غني فقير، سواء كان شو مكان الريس شو مكان العمر. فهاي هي النقطة الاولى، والفكرة الاساسية فيها انها for all people،
public health for all people for the entire population. Secondly, النقطة الثانية في شرح المشن of public health. حكينا قبل شوي الفريز to fulfill society's interest، يعني لحتى نخدم المجتمع باللي بيحتاجه. فالفكرة الأساسية بكل هاي الفقرة الطويلة إنه healthy people lead to a better society. الناس اللي بيكونوا بصحة أحسن حيشكلوا مجتمع أحسن. يعني إيش بحكي لك؟ إنه public health شايفين public health professional شايفين professionals شايفين إنه healthy people are more productive and creative and this creates a strong society. يعني كل ما كان الناس صحتهم أحسن بيكونوا أكثر إبداع وأكثر فعالية في المجتمع، فهذا الإشي حيشكل مجتمع أفضل ومجتمع أقوى ومجتمع أحسن. وباقي الفقرة يعني مجرد تفاصيل بتركز على نفس النقطة إنه healthy people lead to a better society. النقطة الثالثة بتحكي لنا إنه بداية الpublic health mission بتعترف إنه health is not guaranteed. يعني سواء إحنا كل الأشياء عملناها ما دخلنا وحسنا sanitation وعملنا 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 لحتى نعمل prevention من diseases، بتضلها health is not guaranteed، بتضلها الصحة مش مضمونة. فهاي الأكشنز اللي إحنا بنعملها إيش هدفها؟ to make it highly probable، لحتى إحنا نزيد الاحتمال بإنه يكون عندنا صحة جيدة. بس هذا الإشي ما بضمن لنا 100% إنه حيكون عندنا صحة جيدة. فالpublic health will not make every person healthy. It only creates conditions in which people can be healthy. إيش يعني؟ يعني هدفها إنه إحنا نخلق جو، نخلق حالة، نخلق بيئة الناس فيها بيقدروا يعيشوا حياة صحية وما بتشكل خطر على صحتهم. بس النقطة الرابعة والخامسة حاطينها في فقرة واحدة لأنهم تقريبا أفكارهم متشابهة. النقطة الرئيسية الأولى هون إنه prevention is the defining public health strategy. يعني الاستراتيجية الأساسية في الpublic health هي prevention، هي إيش؟ الوقاية. زي ما حكينا قبل شوي الإشي الأساسي بالpublic health هو prevention مش التريتمنت ولا الدياغنوزز أو الأشياء اللي بتتعلق بالclinical professions اللي حنحكيها كمان شوي. فالpublic health تتعلق بالوقاية. And to be successful it must address the conditions which is the environment in fullest sense to prevent poor health by assuring conditions in which people can be healthy. هاي الفقرة ملخصها في الجملة هاي اللي هون إنه the public health needs to identify a problem in order to prevent it. يعني صحيح إنه الإشي الأساسي عندهم هو prevention في الpublic health، لكن الخطوة الأولى قبل ما إحنا ندخل لإيش طرق للprevention هي to identify a problem. يعني أول إشي إحنا مندرس البيئة ومنعرف إنه في المكان الفلاني في مشكلة. إيش في مشكلة؟ منعرف سبب المشكلة وبعدين منقترح حلول لحتى نعمل prevention لهاي المشكلة، حتى ما تبطل عنا هاي المشكلة. يعني بالنهاية هم معطينا إكزامبل مثال حتى نسهل الإكزامبل بخصوص الانفنت مورتاليتي والماترنال مورتاليتي. بحكي لك بالأردن وفيات الحديثين الولادة والأمهات per 1000 births، يعني كل 1000 ولادة في عنا 22 deaths، يعني 22 وفاة. إذا في قرية أو مكان مدينة بغض النظر لقينا إنه per 1000 deaths per 1000 births عندنا 57 وفاة، عندنا 57 يعني
هون حنشوف انه ال 57 انها كثير اعلى من الافريج اللي هو 22، فحنعرف انه هون في مشكلة. فبنروح ايش؟ We search for a problem and understand it. احنا شفنا انه في مشكلة، فمندور على ايش هي المشكلة بالضبط، ايش هو سبب المشكلة، and understand it, then try to fix it and prevent it. يعني بنحاول اصلاحها في المكان اللي اصلا فيه مشكلة، و prevent it في اماكن اخرى او في هاي المكان نفسه في المستقبل. من الاسباب اللي ممكن تسبب هاي المشكلة انه هون عندك 57 بينما في باقي الاماكن هو 22، انه عندك الوفيات جدا عالية. It can be due to income، ممكن يكون مستوى الدخل في هذا القرية او الفيليج المقترحة مستوى جدا متدني، فما في عندنا access ل good healthcare. ممكن يكون distance، ممكن تكون بعيدة عن أي healthcare facilities، عن مستشفيات، عن مراكز، فالdistance بسبب عندنا عامل المشكلة. أو beliefs، beliefs بالأف هون يفترض، اللي هي معتقدات أو خرافات ممكن موجودة عند أهل هذه القرية بتسبب وفيات في الأطفال أو الأمهات. في هاي الفقرة اللي تحتيها كلها خط بفرق لك بين الـ public health وبين الـ clinical professions اللي هم الأطباء اللي بيشتغلوا في عيادات وفي مستشفيات. الـ public health تتعلق بالـ prevention research and identification of health problems. يعني هم بيعملوا identification لـ health problems على مستوى society، على مستوى مجتمع، وبعملوا prevention research، بعملوا أكثر شغلهم بتعلق بالresearch، بالأبحاث والبحث عن مشاكل والبحث عن حلول لهذه المشاكل والوقاية من هذه المشاكل. بينما the clinical professions focus on diagnosis and treatment of a health problem، يعني بتركز على diagnosis التشخيص and treatment العلاج of a health problem اللي health problem أصلا موجودة عند مريض. يعني بيكون عنده مريض إحنا من شخص وبنعالجه. هاي ال health problems بال clinical professions كيف إحنا يعني منلاقيها، كيف نتعرف عليها؟ عن طريق ال methods، ال clinical methods اللي هم ال history، بناخد history من المريض، نعرف تاريخ المرض. الفيزيكال اكزامينيشن هون من غير الفاصله، فيزيكال اكزامينيشن اللي هو الفحص السريري عن طريق فحص المريض، اللابوراتوري تيست اللي هي الفحوص المخبريه، الايمجينج سواء كانت اكس راي او ام ار اي او غيرها او غيرها. في برضو طرق، يعني طرق اخرى للكلينيكال بروفيشنز لحتى يعمل دايجنوستس لاي هيلث بروبلم. هون عنا نفس اللي حكينا احنا في هاي الصفحة لكن بالعربي اذا حابين تطلعوا على. اوكي، هسا عنا هذا الجدول بيفرق بين الpublic health والhealthcare اللي هي الclinical professions في بشكل عام، مفارقة بشكل عام هون عنا. فبداية بحكي لك انه الpublic health بيركز على الpopulation، فالفوكس وين بيكون؟ على الpopulation، على المجتمع، على كل المجتمع يعني. بينما الhealth care بيركز على individual patients، على بس patient واحد، على شخص واحد. الpublic health عندهم public health ethics، ethics يعني اخلاقيات، فهم بيلتزموا بالpublic health ethics لما يعملوا اي research ولما يعملوا اي اشي في مجال شغلهم. بينما healthcare حيشتغلوا على personal service ethics، حيشتغلوا على اخلاقيات اخرى منها مثلا انه في سرية بينهم بين الطبيب والمريض وغيرها من الاشياء. ليش؟ لانه مجالات الشغل بين public health والهيلث كير مجالات مختلفة، فالإثكس في شغلهم حتكون مختلفة. الببليك هيلث
الانفسس او التركيز بيكون على البريفنشن، على الوقايه من المرض، بينما الهيلث كير فالانفسس او التركيز على الدايجنوزس والتريتمنت، على التشخيص والعلاج زي ما حكينا قبل شوي. البابليك هيلث عن جوينت لابوراتوري اند فيلد انفولفمنت، بينما الهيلث كير عن جوينت لابوراتوري اند بيشنت انفولفمنت، هاي بتتعلق بالبيشنت بينما هاي بتتعلق بالفيلد، بالمجال اللي عم بنعمل الريسيرش فيه، فهاي بشكل واسع يعني، بينما هاي بالبيشنت بشكل خاص. برضو عندنا احدى الفروقات انه الكلينيكال ساينسز ار بريفرل تو بروفيشنال تريننج ان البابليك هيلث، بينما هم اسينشال تو بروفيشنال تريننج ان هيلث كير. ايش يعني؟ يعني الكلينيكال ساينسز اللي هي العلوم السريرية، نقدر نحكي اللي هي التدريب السريري مثل الفيزيكال اكزامينيشن، مثل كيف تاخذوا هيستوري، هاي اذا كان الانسان بده يروح يتخصص في الهيلث كير، فخلال التريننج وخلال الشغل الكلينيكال ساينسز هاي حتكون اسينشال او اشي اساسي في شغله وفي تدريبه، بينما في البوبليك هيلث الكلينيكال ساينسز هاي هي عبارة عن اشي بريفرال او اشي ثانوي. واخر فرق انه البوبليك هيلث هي بس عبارة عن قطاع عام او بوبليك سيكتور، بينما الهيلث كير او الكلينيكال يعني هيلث كير هو فهي ممكن تكون بوبليك سيكتور وممكن تكون برايفت سيكتور. هون زملائنا مساعدينكم بالمربع هون انه شوية keywords ممكن تستخدموها، فإن كان نحكي لك عن patient، عن person او individual، هون نحكي احنا عن healthcare او clinical healthcare. اذا كنا بنحكي انه sectors هم عبارة عن public and private مش بس public، فهون احنا برضو بنحكي عن healthcare. بينما اذا بنحكي field او بنحكي انه بس public sector، او بنحكي انه بتعلق بالpopulation، او بنحكي انه بتعلق بالprevention مش التreatment and diagnosis، فهون احنا بنحكي عن public health. الان حنبلش بموضوع اخر، اللي هو مش موضوع اخر يعني، هو بتعلق بالموضوع، بس حنحكي عن prevention. prevention يعني الوقاية. prevention إلها أنواع، تمام؟ حسب فوس أند فاين اللي طلعت في عام 2000، the prevention هي عبارة عن ثلاث أنواع: primary, secondary and tertiary، أولية ثانوية و يعني tertiary مش مهم. the primary prevention تتعلق بإيش؟ concerned with eliminating risk factors of a disease. إيش يعني؟ يعني إنه إحنا منزيل عوامل الخطر اللي ممكن تسبب لنا disease، منشيل مسببات الأمراض، بنبتعد عنها، فإحنا بنمنع أي development of a disease، بنمنع الإصابة بالمرض من أصل. هاي هي the primary prevention، تتعلق إنه إحنا نمنع الإصابة بالمرض. فهذا الاشي بيعمل reducing للإنسيدنس. ايش هي الإنسيدنس؟ هي النيو كيسز او حالات الإصابة الجديدة بالمرض. لما احنا نمنع مسببات الخطر اللي بتسبب لنا الإصابة بالمرض، احنا بنمنع او احنا بنقلل حالات الإصابة بالمرض، فهذا الاشي هو عبارة عن primary prevention. بس معطينا هون examples منها انه reducing weight to avoid health problems، يعني احنا علشان ما يصير عنا obesity او سمنة في المستقبل وتسبب لنا health problems، كثير من health problems هي بتسببها، احنا ايش بنعمل؟ بنعمل reducing للweight من اول قبل ما نوصل للobesity، فهذا الاشي بساعدنا انه to avoid health problems. برضو عنا avoiding smoking to avoid cancers وبلا بلا بلا، يعني الآخر الفقرة كلها هاي عبارة عن أمثلة على ال primary prevention. secondary prevention focuses on
early detection and treatment of disease. إيش يعني؟ يعني التشخيص المبكر للمرض أو الكشف المبكر عن المرض، يعني بالنتيجة الـ early treatment أو البدء بالعلاج مبكرا لهذا المرض. فإحنا هون عم نحكي مش عن منع أصلا حدوث المرض، نحكي إنه المرض have developed already، موجود المرض، بس إحنا إيش بدنا نعالجه مبكرا. ليش؟ لحتى نمنع أي عواقب دائمة ممكن يسببها في المستقبل، وحتى يكون التريتمنت تبعه أسهل، فشو اسمه نقدر نعالجه بالأخير، ونقدر نعمل prolonging لحياة المريض. فالearly detection بيؤدي إلى prolonging life للمريض. فمثلا بحكي لك الديابيتيز اللي هو السكري، إذا ما تشخص مبكرا وتشخص متأخر ممكن يكون سبب كيدني فيلير اللي هو فشل كلوي، ممكن يكون عمل damage to the blood vessels and neurons. فإذا إحنا شخصنا الديابيتيز early، فهذا الإشي بساعدنا إنه نبلش التريتمنت تبعه من بكير، فهذا الإشي بساعدنا إنه ما يسبب أي kidney failure أو damage to the blood vessels and neurons أو أي أشياء أخرى ممكن هو يسببها. الـ tertiary prevention بإيش تتعلق؟ الـ tertiary prevention attempts to eliminate or moderate disability associated with advanced disease. إيش يعني؟ يعني إحنا بنحاول نمنع أو نقلل أي إعاقات أو complications اللي هي المضاعفات أو تعقيدات ممكن تصير بعد علاج المرض، أو يعني أي أشياء دائمة ممكن تصير في المريض بعد علاج المرض إذا كان إيش not effectively treated. يعني إذا كان عندنا مرض أو injury disease أو injury not effectively treated ممكن يصير عندنا مضاعفات أو complications يعني للمرض، وممكن هاي أشياء تسبب لنا disability أو تسبب لنا أضرار دائمة أخرى في الجسم. فإحنا هذا الإشي ما بدنا إياه يصير. فهذا الإشي اللي بتعلق فيه tertiary prevention، تتعلق إنه إحنا بدنا نتأكد إنه الديزيز أو الانجري is effectively treated مش not effectively لحتى ما يصير عنا complications. وهذا الإشي بنطبق على أغلب chronic diseases. فإذا كان العلاج اللي باخده المريض فيه خطأ أو الدواء مش مناسب أو الجرعة مش مناسبة ممكن يسبب complications، تسبب لأعراض أو أضرار دائمة للمريض. هسا هون حنرجع نقارن بين الهيلث كير والبوبليك هيلث، بس حنقارن بينهم بالبريفنشن. حكينا عنا primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention. إذا إجينا نحكي عن الهيلث كير أو الكلينيكال هيلث كير، فهي ما بتتعلق أبدا بالبرايمري بريفنشن، هي mainly بتتعلق بالسكندري والتيرشري بريفنشن. السكندري اللي هي early detection و early diagnosis و treatment of the curable or reversible conditions، لأنه أغلب الأمراض في مراحلها المبكرة ممكن تكون reversible أو ممكن معالجتها بسهولة يعني. والtertiary prevention زي ما حكينا مثل the chronic diseases لحتى نمنع the future complications. The public health بشكل أساسي إحنا بنعرف إنها بتتعلق بالprimary prevention، هذا الإشي بنعرفه، لكنها also involved in secondary and tertiary prevention. How؟ عن طريق ثلاث نقاط. طبعا هاي أشياء نقاط لكنها مش حفظ على قد ما هي فهم الفكرة من كل نقطة. بحكي لك the public health ensures access to effective clinical care. فالpublic health أو الصحة العامة
بتساعد على إنه يكون كل الناس في المجتمع عندهم access أو وصول ل clinical care facilities، مستشفيات ومراكز صحية تكون effective وتكون منيحة، يعني مش يكون في ناس مش متوفر لها هاي الخدمات. برضو ال public health إلها مهمة هي evaluating healthcare services quality، يعني إن هي بتعلق شغلهم شوي بالتقييم ال healthcare services. ال public health بقيموا ال healthcare services كيف عندك to prevent long term consequences of health problems preventing مثلا malpractice الأخطاء الطبية. لما يكون في عندك evaluation ويكون دائم ودوري، هذا الإشي بيساعد على منع الأطباء من إنهم يعملوا أخطاء طبية متعمدة مثلا عند malpractice، وطبعا غيرها من الأشياء. برضو عندنا النقطة الثالثة إنه public health تعتبر هي guardian for healthcare، يعني هي زي الحارس أو الحامي اللي بيتأكد إنه الهيلث كير سيرفيسز دائما موجودة عند الكل، دائما في أحسن جودة. فهون عندك نوت شوي مختصرة إنه public health تتعلق ب all preventions primary secondary and tertiary، بينما الهيلث كير تتعلق بس بال mainly secondary and tertiary. عندنا هذا الجدول هو بحكي لك أمثلة على ثلاث أنواع من الأمراض والتطور البريفنشن، يعني كيف البريفنشن لكل واحد منهم، البرايمري بريفنشن، سكندري بريفنشن، أو التيرشري بريفنشن. مثل الإنفلونزا مثلا البرايمري بريفنشن إنه نمنعها أصلا من الحدوث، كيف بصير؟ عن طريق الإميونيزيشن، التطعيم. السكندري بريفنشن كيف بصير؟ انه صار عندنا المرض لكن احنا بدنا قبل ما يعمل لنا complications بدنا نعالجه، كيف؟ عن طريق الانتي فايرال دراجز، بناخذ انتي فايرال اللي هو دواء يعني بالاخير. كيف بدنا نعمل tertiary preventions؟ عن طريق الريسبيراتوري ثيرابي. وفي عندنا بريست كانسر سموكينج، هاي طبعا عباره عن امثله، اقراوا واخذوا فكره عن الموضوع حتى اذا اجاكم عن هالشيء. هسا هنحكي عن some public health terms، بعض الترمز المستخدمة في public health. الترم الأول هنحكي عنه هو clinical care، اللي هو نفسه health care اللي احنا صلنا ساعة بنحكي عنه، اللي هو clinical health care. يعني health care أو clinical care بتعلق بإيش؟ prevention, treatment and management of illnesses، هاي كبداية. وايضا بتعلق بالpreservation of mental and physical well-being، وهذا الاشي بالمعنى الاشمل تقريبا، انه المحافظة على الصحة العقلية والصحة الجسدية. طبعا الكلينيكال كير او الهيلث كير كيف ممكن يعني نقدم هاي الخدمات؟ عن طريق by services offered by medical and allied health professions، يعني مش بس الميديسن، برضو الallied health professions اللي هي مثل النيرسينج، مثل الميدوايز، وغيرهم من التخصصات. الترم الثاني عندنا هو determinant. Determinant is a factor that contributes to the generation of a trait، هو عامل بيساهم في ظهور صفة أو عرض أو مرض عند الإنسان. عندنا الترم الثالث اللي هو risk factor. Risk factor is a characteristic condition or behavior that increases the likelihood of getting a disease or injury. إيش يعني؟ يعني هو إما صفة أو حالة عند الإنسان أو تصرف بعمله الإنسان بتزيد نسبة احتمالية إصابته بمرض معين. مثل إيش؟ مثل السموكينج. السموكينج هو ريسك فاكتور لما نيجي نحكي عن الهيلث، لما نيجي نحكي عن الأمراض اللي ممكن تصيب الإنسان، فهو السموكينج ريسك فاكتور. بينما بحكي لك إذا بدنا نحكي مش هيلث وايز، بدنا نحكي بيهيفيرال وايز على التصرفات،
فالسموكينج كان also be a determinant، يعني انه في ناس هون مثل مكتوب بالشرح، في ناس السموكينج بيحسن البيهيفير تبعهم، في ناس بيزيد سوء البيهيفير تبعهم. فهذا الاشي اذا نحكي behavioral wise فهو smoking determinant، بينما health wise بالنسبة للhealth والامراض فالسموكينج هو عبارة عن risk factor. الترم الرابع اللي هو epidemic or outbreak. Epidemic or outbreak ايش يعني؟ يعني a community or region in which cases of illnesses, specific health related behavior and other health related events occur clearly in excess amount to normal expectancy. وهاي هي الاشي الرئيسي هون او الكلمات المفتاحية، انه المرض سواء مرض او behavior او اي اشي له علاقة بالhealth بصير في منطقة معينة in excess amount، في بكميات او اعداد زائدة عن النورمال اكسبكتنسي، عن الاشي المتوقع. بالنسبة للترمز انه ايش استخدم epidemic والoutbreak، فالepidemic والoutbreak can be used interchangeably، يعني انه هم ممكن نستخدمهم مكان بعض، ممكن احط epidemic مكان outbreak، ممكن احط outbreak مكان epidemic. الفرق البسيط بيناتهم انه epidemic بنستخدمها لما يكون عندنا larger geographical distribution، يعني لما نحكي عن جغرافية المرض، انتشار المرض حوالين دول اكثر، حوالين العالم بشكل اكبر، فاحنا بنحكي epidemic. بينما الoutbreak هو بضله بمنطقة جغرافية محددة، مش بشيء جغرافي كبير. يعني مثل كوفيد 19 بيقدر نحكي انه هو epidemic. ليش؟ لانه انتشر حوالين كل دول العالم، فهو geographically distribution تبعه كان كثير كبير، فاحنا بنقدر نحكي له epidemic. اخر ترم عندنا اللي هو health outcome. ايش يعني health outcome؟ هو result of a medical condition that directly affects the length or quality of a person's life. يعني انه يكون انسان عنده حالة صحية، سواء مرض او غيره، وهاي الحالة تسبب اشي بيأثر على اللينكت طول او الكواليتي الجودة لحياة الانسان، مثل انه اشي يسبب له شلل مثلا، فهذا اشي بيأثر على الكواليتي اوف حياة الحياة. يعني الان هنبدأ بموضوع تقريبا جديد، يعني اللي هو الريسك. ايش يعني الريسك؟ تعريفها هي likelihood of an event occurring. ايش يعني؟ يعني احتمالية انه event يصير، احتمالية وقوع حدث معين. اذا كان هذا الايفنت له علاقة بالhealth care فالريسك ممكن نعرفها بانها negative consequence from a hazardous exposure. يعني مثلا اذا شخص معين تعرض لفيروس معين، ففي ريسك انه هو يصاب بالمرض، فاصابته بالمرض هو negative consequence، هو ناتج سيء لا بسبب hazardous exposure اللي هو تعرض خطير، تعرض لشيء خطير او تعرض خطير. بحكي لك الريسك لها 3 types. التايب الاول او النوع الاول من الريسك اللي هي بنحكي لها absolute اللي هي يعني مطلق بالعربي، اللي هي عبارة عن incidence of new cases in any population. ايش يعني incidence؟ حكيناها قبل شوي، اللي هي number of new cases، هي عدد الحالات الجديدة لمرض معين. فمجموع هاي الحالات في اي مكان، في اي مجتمع، في اي دولة، نحكي لها هي عبارة عن absolute risk. تمام؟ النوع الثاني اللي هو الريلاتيف ريسك، والريلاتيف يعني نسبي. فالريلاتيف هي عبارة عن نسبة، هي عبارة عن ريشيو
of incidence in a group exposed to a ratio of incidence in a group non-exposed. إيش يعني؟ exposed يعني معرض للخطر أو معرض لمسبب مرض معين. non-exposed يعني غير معرض لمسبب هذا المرض، سواء كان مسبب فيروس بكتيري غيره أو غيره. فبحكي لك relative risk هي عبارة عن نسبة يعني قسمة نسبة الجروب الإكسبوزد، نسبة عدد نسبة الإنسيدنس بالجروب إكسبوزد يعني نسبة عدد الناس اللي انصابت بالجروب اللي تعرضت لمسبب المرض، إلى نسبة عدد الناس اللي انصابت بالجروب اللي ما تعرض لمسبب المرض. فبصير قانونها إذا طلب منكم حسابها مثلا هي الإنسيدنس إكسبوزد على الإنسيدنس نون إكسبوزد. تمام. هسا عندنا نوع ثالث من الريسك اللي هو بنحكي له attributable. الattributable هو متعلق برضه بالincidence بالexposed والnon-exposed، بس هو عبارة مش عن ratio مش نسبة، هو عبارة عن difference يعني هو عبارة عن طرح. فهو عبارة عن difference بين الincidence بالexposed group وبين الانسيدنس بالنون اكسبوزد جروب. فاحنا اذا نحسبها حساب ايش حنحكي؟ حنحكي الانسيدنس اكسبو بالاكسبوزد جروب يعني عدد الناس اللي انصابوا بالجروب اللي تعرضت لمسبب المرض الى ناقص مش الى او قسمه كانت بالريلاتيف. بينما بالاتريبيوتبل ريسك حنحكي ايش؟ ناقص الانسيدنس بالنون اكسبوزد جروب. وهاي هي الريسك وأنواع الريسك فاكتورز اللي هي حكينا عنها قبل شوي، هو عبارة عن إشي بزيد احتمالية إصابة الإنسان بمرض معين، صح؟ تمام. هسا الريسك فاكتورز معلومة جديدة عنهم، إنه هو إحنا عادة لما أحكي ريسك فاكتورز ممكن أحكي البلاد تايب المعين بزيد ريسك أو بزيد احتمالية إصابة بمرض معين. ممكن احكي التصرف مثلا الاوبيزيتي او السمنه بتزيد نسبه الاصابه بهذا المرض وهكذا. فهم are often presented individually، يعني انا بحكي ريسك فاكتور بحكي لك ايش المرض اللي هو حيسببه، بس in practice يعني بالواقع او بالتطبيق they don't occur alone، يعني ما بتلاقي ريسك فاكتور واحد لمرض واحد، هيك بيكون عندك أكثر من ريسك فاكتور بيجتمعوا مع بعض بيسببوا المرض. مثلا أعطينا مثال بحكينا الفيزيكال inactivity هو عدم النشاط البدني، إنه إنسان ما بتحرك كتير ما بيمشي كتير وهكذا. هذا الإشي ممكن يسبب ثلاث أشياء، ممكن lead to overweight, high blood pressure and high cholesterol level. الأوفرويت والهاي بلود بريشر والكوليسترول ليفل كلهم مع بعض ممكن يسببوا increase the chance of developing chronic heart disease. يعني كل هاي الريسك فاكتورز اجتمعت مع بعض وممكن تسبب لي مرض واحد. وهيك هي ال in practice أو في الواقع أو في التطبيق يكون عندنا أكثر من ريسك فاكتور بسبب لنا المرض. هسا بحكي لنا in general risk factors can be categorized into the following groups. يعني عندنا types of risk factors، عندنا 5 types of risk factors. نبلش فيهم واحد واحد، هم كتير سهلين وبسيطين. التايب الأول أو النوع الأول هو behavioral يعني اشي بتعلق بالbehavior تبع الانسان، اشي بتعلق بتصرفات الانسان، بتعلق بايش؟ بالactions and individual make، يعني ايش بتعلق بالاشياء اللي الانسان بيعملها هو في حياته. وهذا النوع من الريسك فاكتور، هذا النوع احنا نقدر نلغيه او نقدر نغيره من خلال انه انا اغير تصرفي.
مثل انه مثلا انا الفيزيكال ان اكتيفيتي هي ريسك فاكتور لمرض معين، فانا ايش بعمل؟ بصير اكتف اكثر، فهذا الاشي بقلل من الفيزيكال ان اكتيفيتي. ممكن مثلا انه السموكينج هو ريسك فاكتور لاشي معين، فانا بوقف السموكينج، وغيرها وغيرها من ال behavioral risk factors الموجودة هون: smoking, alcohol, nutritional choices اللي هو مثلا مثل انه ناكل اكل غير صحي، او مثل over eating او غيره. عندك physical inactivity حكيناها، sunlight exposure with no proper protection، بتعرضوا الناس بتعرضوا كتير للشمس، بتعرضوا كتير لل UV light وما بيكون عندهم sun protection. No vaccination، إذا الإنسان ما أخذ فاكسين لمرض معين ممكن هذا الإشي حيزيد نسبة إصابته، حيزيد احتمالية إصابته بهذا المرض. هذا لأنه behavioral risk factor، فإحنا بنقدر نغيره، بنقدر إيش نروح ناخذ الفاكسينيشن. هاي كلها all can be considered as behavioral risk factors if they lead to a disease. فزي ما حكينا البيهيفير اللي بيعتمد على أفعال الشخص، بيعتمد على قراراته، إنه بنقدر إحنا نغيرها أو نشيلها تماما. النوع الثاني من الريسك فاكتورز حكينا بيهيفيرال، النوع الثاني هو فيزيولوجيكال، إشي بتعلق بالفيزيكال، إشي بتعلق بالبودي أو البيولوجي للإنديفيدوال، إشي بتعلق بالجسم يعني. وهاي الفيزيولوجيكال ريسك فاكتورز مثل الأوفرويت مثلا، وهذا الإشي can be influenced by a combination of genetic lifestyle and other broad factors. إيش يعني؟ يعني الphysiological risk factors ممكن إنهم يكون factors أخرى أثرت عليهم، مثل زي ما حكينا هون الأوفرويت، ممكن الأوفر إيتينج يسبب لنا أوفرويت، فهذا behavioral risk factor سبب لنا physiological risk factor. ممكن الphysical inactivity برضو يسبب لنا overweight، فهذا behavioral سبب لنا physiological risk factor. ممكن أيضا genetic factor يسبب إنه يصير عند الإنسان overweight، فهذا الإشي يعني بشرح الجملة اللي هون اللي هي إنه physiological risk factors may be influenced by a combination of genetic, lifestyle or other broad factors. ممكن تأثر عليهم من factors أخرى شو ما كانت. هون في نوت بشكل عام، ما بتتعلق بس بالريسك بالphysiological risk factors، بتتعلق بكل الريسك factors، اللي هي إنه بحكي لك risk factors are not exclusive، يعني هم مش بس مخصصين بس في إشي معين، في نوع معين، في مرض معين، في جروب معين من الـ types of risk factors. ممكن يكون نفس الـ risk factors إحنا بنعتبره في أكثر من category، في أكثر من type. ثالث نوع من الـ risk factors هو الـ demographic risk factors. demographic إلها علاقة بالـ overall population. إيش يعني؟ ممكن يكون لها علاقة بالإيج أو الجندر، يعني العمر الكبير مثلا يعتبر ريسك فاكتور لبعض الأمراض. في بعض الأمراض تعتبر يعني نسبة إصابتها بالذكور أعلى من الإناث، فهذا يعتبر ريسك فاكتور. ممكن تكون لها علاقة بالإنكم أو الأوكيبيشن لحدا معين في مكان معين في منطقة معينة، فهذا الإشي بحكي لك عن ليش الديموغرافيك ريسك فاكتورز مهمة، لأنها بالأخير بتحكي لك عن البوبوليشن ككل. فبرضه عشان هيك بتسمى سوسيو ديموغرافيك ريسك فاكتورز. النوع الرابع اللي هو الانفايرومنتال ريسك فاكتورز. انفايرومنتال يعني إشي بيئي، إشي بتعلق بالبيئة اللي حوالين الإنسان، شو ما كانت نوع هاي البيئة. فعشان هيك بحكي لك انه هو الانفايرومنتال بتشمل وايد رينج اوف توبكس، تشمل كثير اشياء. ممكن سوشيال ريسك فاكتورز، اشي تعلق بالمجتمع اللي حوالين الانسان، بالناس اللي حوالين الانسان. ممكن اشي ايكونومكس، ممكن على ممكن مثلا تكون دولة فقيرة، هتكون الريسك فاكتورز
للناس اللي عايشة فيها بتختلف عن الدولة أخرى غنية بكون كل البنية التحتية غير وغيرها يعني. فالإيكونوميكس ممكن تأثر، وهي كلها تعتبر environmental risk factors، ممكن cultural, political, physical, chemical, biological وغيرها. طبعا نعطينا example اللي هو access to clean water مثلا. نعطينا example آخر اللي هو risk in workplace. فالشغل الإنسان بيشتغله هيشكل risk، حيكون في بيئة مختلفة في الشغل، فحيشكله environmental risk factors بتختلف عن غيره، الـ air pollution, social settings وغيرها من الأشياء. آخر نوع من الـ risk factors هو الـ genetic. الـ genetic risk factors هي أشياء بتتعلق بالجينات اللي في DNA الإنسان based on an individual's genes، وهاي الأشياء ممكن تكون entirely genetics، يعني ممكن يكون إشي genetic لحاله من غير أي risk factor آخر بيسبب مرض معين مثل cystic fibrosis، مثل muscular dystrophy. وممكن يكون إشي لك يعني بيكون في عنده عامل جيني وعامل environmental مثلا أو عامل behavioral، إذا اجتمعوا مع بعض بيسبب لنا مرض مثل الأزمة، مثل الديابيتيز وغيرها. برضو بحكي لك عندك other diseases like sickle cell anemia are more prevalent in certain population subgroups. يعني في عنا ممكن يكون race معين أو group معين أو village معينة يكون في عندها sickle cell anemia موجودة بشكل أكثر من group آخر. ولهون خلينا نخلص البارت الأول من هاي المحاضرة، بتمنى إنكم تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله في البارت الثاني بنكمل باقي المحاضرة.